ما هي أسباب الجدل حول قرار تمديد عمل فريق الخبراء الأممي؟ ولماذا رفضت الحكومة الشرعية هذا التمديد؟ هل دفاع الحكومة هو دفاع عن السعودية والإمارات؟ أم أن في الأمر أبعاداً أخرى؟ أهلاً بكم. اعترضت الحكومة الشرعية تمديد مجلس حقوق الإنسان لمهمة فريق الخبراء الأممي، متهمة إياه بالانحياز لصف ميليشيا الحوثي، غير أن الكثير ممن أكد أن موقف مجلس حقوق الإنسان الذي صوت لصالح تمديد عمل فريق الخبراء الدوليين في اليمن سنة كاملة يمضي في سياق التحقيق على الانتهاكات التي تحدث بمعزل عن سطوة التحالف وضغوطه على الشرعية. فمن منطلق إنصاف الضحايا عبر الآليات الدولية والوطنية دون الأخذ بعين الاعتبار موقف الأطراف المعنية من الانتهاكات دفع بالكثير لطرح تساؤلات سنحاول مناقشتها هذا المساء، منها: لماذا تستميت الحكومة الشرعية في الدفاع عن الانتهاكات التي يرتكبها التحالف؟ وهل أثر وجود السعودية على القضية اليمنية؟ وكيف ينظر العالم إلى السعودية أو بالأحرى إلى اليمن من خلال السعودية؟ وهل بات التعامل مع اليمن وميليشيا الحوثي مشكلة جانبية؟ ولماذا فشلت الشرعية في إيصال أصوات الضحايا؟ أليس من الأجدى الدفاع عن الضحايا من قبل الشرعية ومؤسساتها بدلاً من استمرار عملها في الدفاع عن التحالف؟ حرب مفتوحة تمتد آثارها لتصل قاعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف. جدل واسع حول تمديد فترة فريق الخبراء الإقليميين والدوليين البارزين المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن. قرار التمديد التقت فيه المصالح وافترق الخصوم، فقد بدا الانقسام على مستوى القرار الأوروبي الذي ظهر واضحا في أروقة المجلس بين مؤيد ومعارض لتحديد الثقة وتمديد عمل فريق الخبراء. غير أن ما بدا غير مألوف في نظر الكثير هو الموقف الرسمي للحكومة الشرعية المتمثل في رفضها التمديد لفريق الخبراء الأمميين المكلفين برصد انتهاكات حقوق الإنسان في بلادها. فقد اعتبرت الخارجية أن التمديد لفريق الخبراء سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة، متهمة تقريره السابق أنه جانب معايير المهنية والنزاهة والحياد والمبادئ الخاصة بالآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة، فيما يرى آخرون أن الموقف الحكومي بمثابة انتصار للسعودية والإمارات بل وقفزا على حقوق الضحايا، باعتبار أنه كان على الموقف الرسمي النظر إلى كل القرارات الأممية والدولية وما ينبثق عنها من زاوية الحق الإنساني اليمني إنصاف الضحايا عبر الآليات الدولية والوطنية. تساؤلات كثيرة حول استماتة الشرعية في الدفاع عن الانتهاكات ومرتكبيها على حساب الضحايا، رغم التباينات التي أحاطت الملف اليمني وتحديدا من الأطراف المتهمة بالانتهاكات، إلا أن الهدف كما يرى الكثير أن وجود السعودية بملفها المثقل بالانتهاكات والخصومات السياسية كان له آثاره السلبية على الملف الحقوقي اليمني بل والقضية اليمنية برمتها. مجلس حقوق الإنسان صوت لصالح تمديد عمل فريق الخبراء الدوليين في اليمن سنة كاملة وتوسيع تحقيقاتهم حول الانتهاكات. تقرير الفريق الذي صدر قبل نحو شهرين كان أشار لارتكاب التحالف انتهاكات جسيمة وممنهجة ضد حقوق الإنسان في اليمن. إجماع دولي حول أهمية وقف الانتهاكات وقبل ذلك رصدها جاءت ترجمته بقرار مجلس حقوق الإنسان بتسمية فريق خبراء دوليين للتحقيق بالانتهاكات في اليمن ودعم اللجنة الوطنية. تغيب القضية اليمنية إذن، ومعها تغيب جرائم ميليشيا الحوثي وجدوى الدفاع عن حقوق الضحايا من قبل الشرعية ومؤسساتها أمام استمرار عملها في الدفاع عن التحالف بحسب ما يراه مراقبون. إذن أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وسيكون معنا في هذه الحلقة عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الأستاذ حسين المجدلي. مرحبا بك أستاذ حسين. اهلا وسهلا، حياك الله. اهلا بك. كما سينضم معنا اخرون خلال هذه الحلقه. بدايه استاذ حسين، لو بدانا معك بقرار مجلس حقوق الانسان الذي اقر تمديد عمل لجنه الخبراء سنه كامله، ما هي حيثيات هذا القرار؟ في الحقيقه قرار مجلس حقوق الانسان لا يعود الى امس، هما القرار الذي صدر القرار الحقيقه صدر قبل عام او في سبتمبر الماضي في الدوره السابقة أو قبل السابقة لمجلس حقوق الإنسان، نص على أن يكون هناك فريق خبراء يعين المفوض السامي لحقوق الإنسان
ويقوم هذا برصد الانتهاكات وتقديم تقرير خاص بهذا الانتهاكات التي قام برصدها إلى المفوض السامي، والذي بدوره يقوم بتقديم تقريره السنوي المعتاد في دورة سبتمبر الحالية إلى مجلس حقوق الإنسان. وهذا ما حصل، قام فريق الخبراء بإعداد التقرير، تم أخذ عليه بعض المآخذ من كثير من الأطراف ونال استحسان البعض وأصاب في بعض وأخطأ في الكثير، وتم تقديم هذا التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، وحصل خلاف حول مسألة التمديد للفريق. بالحقيقة التقرير أو القرار الصادر من فريق الخبراء، قرار مجلس حقوق الإنسان الصادر أمس الذي قدمته المشروع الأوروبي أو قدمته الدول الأوروبية، لم يثني حتى على تقرير الخبراء ولم يشر إليه بأنه يعني كان جيد أو إلى مفرداته بأنها كانت ذات مصداقية. كل ما في الأمر أن القرار الذي صدر من مجلس حقوق الإنسان نص على التمديد لسنة أخرى لفريق الخبراء، وبالتالي هو مجرد تمديد، لم يوسع له في الصلاحيات أو يثني على تقريره أو يأمر أو نص على أن هذا التقرير كان جيد أو له مصداقية أو من هذا الأمر. نعم، إذن أنتم يعني لجنة وطنية، كيف كان موقفكم من لجنة الخبراء من خلال عملكم معها خلال العام الماضي؟ في الحقيقة نحن يعني لجنة وطنية معنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، كنا دائما نعول ونفرح بأي آلية تضاف إلى الآليات العاملة في مجلس حقوق في اليمن لمسألة تعزيز العمل أو تعزيز مكانة حقوق الإنسان في اليمن والحد من الانتهاكات، واستبشرنا أخيرا عند صدور القرار، وكنا نأمل أن يقوم مجلس أو فريق الخبراء بالنزول إلى الأرض، النزول إلى الميدان، وأن يقوم باتخاذ الآليات الصحيحة لرصد الانتهاكات والوصول إلى الضحايا في الميدان وتعامل في الواقع يعني مع ما يجري في الأرض من انتهاكات. لكن يبدو أن الفريق اتخذ قراره بالعمل من بيروت ولم ينزل إلى اليمن إلا مرة واحدة. زارنا في اللجنة الوطنية زيارة خاطفة استمرت لمدة ساعتين، طلبنا من راصدينا في بداية الأمر أن يزودوه بكافة المعلومات، منظمات المجتمع المدني أيضا قامت بدورها وسوت بكثير من المعلومات. كل هذه المعلومات على ما يبدو ذهبت أدراج الرياح، ولا نعرف كيف يعني توصل إلى ما توصل إليه. بالنسبة لنا كنا نبدي كل التعاون، يعني لم يعني التقرير الذي صدر منهم لم يكن عملا ميدانيا؟ لا، كان كل عمل رصدي يأتي من خلال وسائل الإعلام، أعتقد لم يصل إلى أي مسألة من مسائل التحقيق وحتى الرصد والتوثيق الحقيقي لما ظهر، حتى هم أقروا بذلك، وكانوا حتى القرار تضمن أن كل ما تم ومعظم ما تم من قضايا ذكرت هي ادعاءات لم يتم التحقيق فيها كتحقيق. الفريق أيضا ليس هو ولاية التحقيق، لكن الموضوع أيضا ذهب إلى اتجاه آخر أو منحى آخر، هو أن المعلومات التي قدمت أخذت بمعيار غير حيادي، يعني كانت تسلم إليهم معلومات وانظر إلى جزء منها أو جانب منها وترك الجانب الآخر. هذا يعني بالنسبة لنا ليست ذات أهمية مسألة تقييم عملهم أو ماذا صدر منهم، نحن مستقلون وهم أيضا كذلك، وتقريرهم يذهب إلى المفوض، تقريرنا ينشر على أوسع نطاق وقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وقدم إلى كافة الدول وكافة الهيئات المعنية. لكن تأثيره كان هو الأكبر، يعني لكن التقرير الذي صدر منهم، يعني هناك من يقول أن لجنة الخبراء عملت كبديل عن اللجنة الوطنية لا وليس لا كرديف، يعني وهذا ربما طبعا خلال التقرير هم والأثر الذي تركوا. نعم، هم اختاروا أن يكون لهم عمل يعني يستقي معلوماته من وسائل الإعلام ولا يستقيها من واقع التحقيقات التي تتم في الأرض. كنا نطمح نحن كما ذكرت أن يكون لنا تعاون معهم ونزودهم بالمعلومات من خلال الميدان، مع أن هذا يعني أمر هو مجرد تطوع من قبلنا، أمر تطوعي من ناحيتنا أن نزودهم بهذا الميدان، لكن كنا نبحث في سبيل دعم الضحايا وتحقيق الغاية التي نعمل عليها من كل الأطراف ومن كل الجهات التي يجب أن تعمل فيها، وهو مسألة تعزيز دور حقوق الإنسان في اليمن. لكن للأسف هذا لم يحصل من جهتهم، حيث كما ذكرت أنهم لم يلتقوا معنا إلا مرة واحدة، وكانت لقاء خاطف لم يهتموا فيه بمسألة تقديم تحقيقات أو يطلبوا منا حتى تقديم تحقيقات عن وقائع قمنا بالتحقيق فيها، واستقوا معلوماتهم كما ذكرنا من وسائل الإعلام. القضية الفيصلية في هذا الأمر كله، أو الأمر الأساسي في هذا الأمر كله، هو
يعني ولايتهم في تقديم ما قاموا بتقديمه. ولايتهم هي تعتمد على مسألة رصد الانتهاكات وتقديم تقرير إلى المفوض بدوره يقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان. من هنا أخذ أهميته، أظن الأهمية الأكثر أخذها أيضا من مسألة تسييس الملف نفسه. يعني كان الملف لا يثير كل هذا الجلبة ولا كل هذا اللغط لو لم يكن هناك جهات تدفع به إلى ناحية التسييس وإثارة الضجة الإعلامية. يعني لكن لو تحدثنا بما يحدث في الواقع، ألم ترتكب الجرائم التي ذكرت من قبل التحالف سواء السعودية أو الإمارات؟ ألا توجد هذه السجون السرية؟ ألا توجد كل تلك التجاوزات؟ قد يقول البعض أنه ربما أغفل، كان خطأ التقرير أو عدم إنصاف أنه أغفل كثير من جرائم الحوثي أو أشار إليها لماما، لكن في نفس الوقت لا نستطيع أن ننكر ما قامت به السعودية والإمارات، وبدليل أيضا أنكم ذكرتم كثير من هذه. لا يمكن أحد أن يجايد، لا يمكن لأحد أن يجايد أو ينكر ما ترتكب من جرائم من كل الأطراف. نحن نقف ودائما نؤكد أن نقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، تقريرنا الخامس وتقريرنا الرابع والثالث والتقارير الذي قبلها والتقرير الخاص بالسجون، كل التقارير التي أصدرتها اللجنة الوطنية تؤكد أن هناك جرائم يعني ترتكب من كل الأطراف، جرائم تقوم بها الطيران وجرائم تقوم بها جماعة الحوثي وجرائم تتم من قبل الجماعة الإرهابية وجرائم تتم من قبل ما كان يسمى بالمقاومة ودرج في الجيش الوطني وجرائم من قبل الجيش الوطني وجرائم من جهات الأمنية وجرائم من جهات المحسوبة على الأمن وهي تعمل ضمن أجندات أخرى. كل هذا نحن ذكرناه في تقاريرنا ولا يمكن إنكاره. الأمر لا يتعلق بمسألة الحقيقة أو نفي الحقيقة، الأمر يتعلق بمسألة تسييس الملف. نحن كآلية وطنية معتمدة من مجلس حقوق الإنسان ومجلس ما مدى هذا الاعتماد؟ يعني ربما يعني ما يلاحظ أستاذ حسن أن حسين عفوا أن يتم الإعلان بأنكم معتمدين من قبل مجلس حقوق الإنسان، ولكن لا يتم الأخذ بالتقارير، لا يتم بمدكم عمليا بالدعم اللوجستي والمادي الذي يصاحب عادة قرار نشأتكم وقرار تمديد يعني المهمة لكم. ما هي هذه ما هو هذا الاعتماد؟ هو الموضوع يعني لو أخذناه بمسألة فلسفية صحيحة هو مسألة التحليل القانوني، سننظر إلى مسألة إلى أين تذهب مفروض التقارير. إذا كان المقصود بمسألة أن تثير المواضيع الجلبة الإعلامية، فمسألة الإعلام يمكن أن يقوم بدور أي لجنة تحقيق ويثير أي قضية إعلاميا وانتهى الموضوع. لكن مسألة المكان الذي تصل إليه التحقيقات، في الحقيقة نحن الذي تقاريرنا تصل إلى القضاء، نحن الذي ملفاتنا تصل إلى القضاء ويتم التحقيق فيها ومحاسبة المنتهكين، نحن الذي اعتمدتنا القرارات الوطنية أولا كآلية من الآليات التي ستكون فيما بعد أيضا ضمن آليات العدالة الانتقالية والمصالحة والمسامحة في حال تم إقرارها بقانون. نحن الذين لدينا أرشيف وطني للانتهاكات في كافة المناطق الجمهورية والتي يعني ستكون ذاكرة وطنية لجميع الضحايا وتكون ذاكرة أيضا لتضمن ضمان يعني عدم فلات المتسببين من العقوبات وتضمن محاسبتهم على ما ارتكبوه من جرائم. أما مسألة التقارير التي تذهب إلى مجرد وسائل الإعلام ثم تذهب يعني مع الريح، فيمكن القول بالمزايدة على هذا الأمر. الأمر الآخر في مسألة قبولنا من جانب المجتمع الدولي، المجتمع الدولي بنفس الفقرات سواء يعني أيضا نحن تميزنا عن فريق الخبراء، وليس الأمر هنا للمقارنة ولكن مجرد الإجابة على سؤالك. يعني في كل المشروع القرارين التي صدر من مجلس حقوق الإنسان، القرار الأوروبي نص وحرص على ضرورة تقديم أولا الدعم للجنة الوطنية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نص أيضا على أيضا تقوم الأطراف بتقديم المعلومات وتسهيل مهمة اللجنة الوطنية واعترف بولايتها وباختصاصها بالتحقيق في كافة الانتهاكات. هذه الأمور كلها نص عليها قرار مجلس حقوق الإنسان، وكما نص على أيضا على أن يقوم فريق الخبراء بأعمال مشابهة ومقاربة إذا كان هناك يعني اختلاف في مسألة تفسير النص. بمسألة هناك من يقول أن النص في مسألة الولاية لحقوق مجلس أو الفريق الخبراء كانت مجرد الرأس، وهناك من يقول أن مسألة التحقق وناس من يقول أن هناك التحقيق، لكن على افتراض أنه حتى يعني أعطاهم الحق في التحقيق فهو أيضا نص على اختصاص اللجنة بالتحقيق مع كافة الأطراف. هنا أيضا أريد أن أوضح معلومة مهمة للمشاهد والجميع أن 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 اللجنة يعني بالنسبة للعمل في على الأرض وفي الأراضي اليمنية وفي
السيادة والمناطق الخاضعة للسيادة اليمنية هي يعني أخذت الولاية بموجب القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012، وبموجب توصيات من المجتمع المدني، وبموجب قرار من مجلس حقوق الإنسان، وبموجب قرار أيضا من مجلس الأمن، كلها نصت على أن تكون هناك لجنة وطنية وآلية وطنية للتحقيق في حقوق الإنسان. أيضا قرار مجلس حقوق الإنسان الماضي والقرار السابق نص على أن تكون أو أن تقوم كافة الأطراف بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهامها وتقديم المعلومات لها، وأنها هي الجهة المعنية بالتحقيق مع هذه الجهات، بمعنى أننا نحن أيضا مختصون بالتحقيق مع الانتهاكات والضربات التي يقوم بها التحالف، نحن مختصون بالانتهاكات التي تقوم بها جماعة الحوثي. هذا يضاف إلى الولاية التي أعطاناها قرار إنشاء اللجنة. كل هذه الأمور يعني توفر للجنة إمكانية، إذا أخذنا أيضا بالاعتبار أن حتى القرار الذي رفضته الحكومة قرار مشروع الأوروبي والمشروع الهولندي نص على أولا الأشاد بدور اللجنة وثم الجهود التي تقوم بها، نص على أن تم تسهيل عمل اللجنة. القرار الآخر الذي قدمته الحكومة وقدمته من الجمعية العربية أيضا نص على أن تقدم الدعم للحكومة وعلى أن اختصاصها بالولاية في التحقيق. إذن سنعود الحديث عن هذه النقاط. أستاذ حسين ينضم معنا من نيويورك عبر سكايب المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. مساء الخير أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا. إذن كيف تابعت تمديد حقوق الإنسان لعمل لجنة الخبراء في اليمن؟ أنا في اعتقادي نحن بحاجة إلى لجنة دولية مستقلة تحقق بكل الجرائم التي ارتكبت بحق اليمنيين، سواء كان ذلك من قبل ميليشيات الحوثي أو من قبل التحالف العربي أو حتى من قبل الحكومة اليمنية. هذا حق من حقوق اليمنيين أن ينالوا العدالة وأن تكون هناك تحقيقات وأن يكون هذا التحقيق مستقل. هناك أطراف متصارعة في اليمن لا تهبأ بالمواطن اليمني، تستهدف المواطنين، كلهم يستهدفون المواطنون بشكل أساسي كما وردت كل التقارير الدولية، ليس فقط في حقوقهم المتحدة وإنما في تقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية. هناك انتهاك صارخ في حق المواطن اليمني، استهداف المدارس، يتم استهداف المستشفيات، يتم استهداف الطرقات والحياة في كل أنحاء اليمن. يعني نعم، هذه اللجنة التي تتحدث عنها أستاذ إبراهيم، يعني ألا تكفي؟ ألا اسمح لي، يعني أنت قلت أن نريد لجنة دولية، يعني ألم نكتفي باللجنة الوطنية لادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وكذلك لجنة الخبراء التي تقوم برصد ما يحدث؟ لجنة الخبراء شيء، ولجنة مستقلة قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة شيء آخر، هناك لجنة مستقلة. أما باللجنة الوطنية للأسف الشديد فهي لا تستطيع تتحرك حتى داخل المدن أنا أتحدى ضيفك الكريم أن يعطي لي تقرير واحد عن الجرائم التي ارتكبت من قبل التحالف العربي، أتحدى أن تكون هناك محاكمة واحدة بحق من حتى يمني مواطن واحد في أي محافظة. يعني نعم، سنتحدث عن هذه النقطة مع الأستاذ حسين. أستاذ إبراهيم، يعني سأنقل هذه النقطة للأستاذ حسين وهو أحد أعضاء هذه اللجنة ليجيب عليك عن هذه النقطة، ولكن سأسألك، يعني أي لجنة خبراء دولية ستستطيع أن تمارس مهامها بصورة سهلة داخل البلاد وتقوم بالتحقيق سواء في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا أو في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة التي هي أصلا تحت سيطرة الإمارات ذاتا، فبالتالي لن نأتي بجديد إلا أعباء إضافية ولجان تلو اللجان، ولن نخرج بشيء ملموس. ليس صحيح، يعني عندما تحدثت اللجنة الأممية على أن هناك انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، هناك تم يعني الخوف الكبير من قبل التحالف العربي وميليشيات الحوثيين، لان هذا سيصبح موثقا دوليا ومن ثم يستطيع العالم يتحرك مستقبلا نحو محكمه الجنايات الدوليه. هناك تقارير دوليه عندما تصدر تصبح شبه رسميه ويستطيع من خلالها العالم الضغط على هذه الجهه. بالنسبه كما ذكرت للجنه الوطنيه، لا يستطيعون الخروج من منازلهم في عدن، عدن تحكم به ليشي الأمن، ولا يستطيعون التحكم
نعم، إذن يعني هذه النقطة دعني أسأل فيها الأستاذ حسين. أستاذ حسين، يعني ليس الأستاذ إبراهيم وحده، ولكن الكثير يتشكك من حياديتكم. أنتم تتبعون للحكومة الشرعية، يعينكم الرئيس هادي، إذن أنتم تتبعون طرف، فكيف يؤمن بقية الأطراف الدولية وأيضا الأطراف الأخرى بهذه الحيادية؟ يعني يتحدث الأستاذ إبراهيم أنكم لا تستطيعون ممارسة عملكم بسهولة في المناطق التي تذهبون إليها في اليمن، ما رأيك؟ لا أدري منين يذكر الأستاذ إبراهيم، يعني منين استجي معلوماته في مسألة أننا لا نستطيع الخروج وأننا لم نأتي حتى بنموذج واحد لانتهاكات التحالف وأنه أنه أنه أن لا، لم يقل لم تأتوا بنموذج واحد لانتهاك التحالف، إنما قال لم تقدم أي يعني من الجرائم إلى التحقيق، يعني حتى الآن هو يتحدى أنها قدمت إحدى الجرائم للتحقيق. حتى لو ذكرنا أو لو فرضنا على ما ذكرتي، هناك 600 ملف سلم للقضاء، فيه أكثر من 40 أو 50 ولا أذكر العدد حالة من الحالات التي ارتكبت التحالف. تقريرنا الخامس اشتمل على 64 انتهاك. تقاريرنا كلها حافلة، بل يعني تكاد تفيض من مسألة الانتهاكات اللي اتهم فيها التحالف. معنا تقرير خاص عن السجون، ذكرنا فيه سجون التابعة للتحالف، سجون التابعة للحكومة. لا أعرف منين استقوا معلوماتهم الصراحة، وهذا الأمر يعني اترك لأي محايد أن يطلع عليه من خلال تقارير اللجنة الوطنية الموجودة على موقع اللجنة، هو أن يطلعها يطلع على هذه التقارير ويقرأها بإنصاف. سجدنا يعني ذكرنا كل الانتهاكات، حققنا في أكبر القضايا التي يعني شملها الرأي العام وتكلم عنها الرأي العام. أنا لا أتكلم هنا وأطلق الكلام جزاف يعني وأقول فعلنا وفعلنا، تقاريرنا موجودة على موقع اللجنة، وبإمكان أي شخص أن يطلع عليها، بإمكانك وبإمكان ضيفك أن يطلع على التقارير ويأتي يناقشني من خلال مخرجاتنا. يعني هل مخرجاتنا حيادية؟ أما بالنسبة للاتهامات أنتم لستم حيادين، حتى قناتكم هذا بلقيس متهمونها تبع قطر، يعني كل إنسان يطلق الكلام على عواهله هذا أمر يعني مفروغ منه، بإمكان كل إنسان أنه لكن يعني بغض النظر عن الاتهامات التي تلقى هنا وهناك، منطقيا هناك طرفي يتسببان بكثير من الانتهاكات، أن تشكل لجنة من طرف واحد، ألا يعني يشكك ذلك في حياديتها؟ سنجيب عن الموضوع عن السؤال بموضوع، أشكرك على طرح هذا السؤال. في كل دساتير العالم ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، متفقين على هذا الموضوع. يعني الدستور الأمريكي، الدستور، كل دساتير ينص على أن القضاء سلطة مستقلة، ومع ذلك سنجد أن تعيين رئيس المحكمة العليا وقضاة المحكمة العليا في أمريكا يعينهم الرئيس الأمريكي، كذلك في فرنسا ومعظم الدول. هل هذا يمت؟ أنت تتكلم في وضع تكون فيه الدول أوضح لك وضعها الطبيعي، أوضح لك وضع أوضح لك مسألة، ولكن أنا أوضح لك مسألة. هذا لا يعني أن هذه المؤسسات القضائية غير مستقلة. أنا أقول مسألة عدم المزايدة في مسألة نحن مستقلين أو غير مستقلين، إذا كنا مستقلين أو غير مستقلين سيثبت ذلك مخرجاتنا، احكموا علينا من خلال مخرجاتنا. اذهبوا إلى تقارير اللجنة وامسكوها وقرأوها حرف حرف، وتعالوا قولوا يعني هذا الـ هذا الـ هذا القضية التي حققتوا فيها أنتم لنتوا أو ملتوا إلى جهة الفلاني. للعلم يعني حتى للتوضيح أيضا، من يعمل في مجالنا ومسألة التحقيقات يعني سيخسر نصف المجتمع، هكذا من يعمل في القضاء، لأنك إذا أنت تحكم بين اثنين فأنت ستأخذ من شخص لشخص، وهذا لن يرضى عنك للتأكيد. 50% من الأشخاص الذين يأتون إليك لن يرضوا عنك لأنك تحكم بين اثنين، هكذا هي القضايا في هذا الجانب. بالتالي لا 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 نرى مشكلة في أن يعني ينتقدنا البعض، بالعكس نحن ذكرنا ونشير ونؤكد على أننا نقبل النصح ونقبل النقد البناء من وسائل الإعلام، من منظمات المجتمع المدني، نقبل أن يصلنا بالإيميل، يصلنا بالهاتف، بالرسائل. كل ما نريد أن نوضحه للمجتمع ونريد أن نوضحه للآخرين أن الحكم علينا لا يأتي من خلال إشاعات ومن خلال التنبؤات، بل من خلال عملكم أو تقاريركم. إذن لما أستاذ إبراهيم يعني أنقول لك سؤال أو تساؤل أستاذ حسين، يتم الحكم على اللجنة من خلال أنها أتت من الحكومة الشرعية أو عينت منها، لما تتهم في حياديتها ولم تحاكم من خلال تقاريرها التي تدين كل من يقوم بانتهاك حقوق الإنسان؟ وهناك العديد من القضايا التي تحدثوا فيها، تحدثوا عن السجون السرية، تحدثوا عن المعتقلين، تحدثوا عن جرائم الطيران التحالف، تحدثوا أيضا عن انتهاكات الحوثيين أجمع. فلما يتم اتهامها فقط لأنها تتبع أو عينت من قبل الحكومة الشرعية؟ ليست من قبل الحكومة أصلا، من قبل رئيس الجمهورية. من قبل رئيس الجمهورية. نعم، أنا أتحدث حول التعيين هذا اللجنة.
نحن نتحدث على كيفية هذه اللجنة وما الذي تقوم به، نحن نتحدث عن عمل اللجنة، نحن نتحدث على قرارها السياسي أو من تتبع. أنا معلومات موثقة من داخل اللجنة نفسها، من داخل اللجنة يتحدثون أن يتواصلوا مع التحالف العربي ويرفض التعامل معهم على بعض الجرائم التي التحالف العربي تحدث إلي من بعض أعضاء. اسمح لي أوضح لك نقطة أستاذ إبراهيم، حتى يعني يتم الحديث على بينه. يتحدث الأستاذ حسين قبل أن تكون معنا أنهم يرفعون بالملف لمجلس حقوق الإنسان، وقلت لك أن هناك كثير من الاتهامات طالت جميع الأطراف، يعني إذا قد رفعت أصلا هذه الجرائم إلى مجلس حقوق الإنسان وسيتم يعني النظر إليها، فكيف سيتم منعهم؟ أنا في اعتقادي أن العالم أصبح يدرك تماما أن الحكومة الشرعية اليمنية أصبحت حكومة بلا إرادة، الحكومة مشلوبة الإرادة، وأصبح لا يعقل في العالم أنه يأتي حكومة ترفض التحقيق في الجرائم التي ترتكب في حق شعبها. أي حكومة هذه؟ أن ترفض القرار الدولي، أن ترفض أن يحقق في الجرائم التي ارتكبت في حق المواطنين من قبل أيا كان. نعم، إذا كنت أنت ترى في لجنة الخبراء أستاذ إبراهيم، إذا كنت أنت ترى في لجنة الخبراء أنها لجنة غير حيادية، فهل هذا يخول الحكومة الشرعية بهذا الرفض، برفض القرار، أو أن تجد أنها أخطأت في رفضها لهذا لقرار التمديد؟ ليس صحيح. غضب الحكومة الشرعية أولا خوف كبير هو من ناحية القوات الإماراتية والسعودية التي ارتكبت جرائم بحق اليمنيين. الآن ضغطوا على الحكومة الشرعية من أجل يعني توقيت الخبراء الدوليين. المشكلة هنا الشكوى من قبل الحكومة اليمنية هو هذه لم تغطي كل الجرائم، وهو صحيح هذا النقطة. نعم. قامت بإدراج أسماء الحوثيين وغيرهم على أنهم سلطة أمر واقع، وعلى أن الحوثي قائدا للثورة، وهذا ننتقده جميعا. لكن أنا أتحدى الحكومة الشرعية وأتحدى غيرهم أن يقولوا أن الجرائم الموثقة في ذلك التقرير أنها ليست جرائم صحيحة. المشكلة الثانية هو أن الحكومة الشرعية لا تتواصل مع هذه اللجنة الدولية، لا تعطيها معلومات. إذن القصور هو من الناحية الحكومية للحكومة الشرعية. النقطة الأخيرة هو أن يتحرك في جميع أنحاء العالم، بينما اليمنية نائمة في فنادق الرياض، وهذا هي الحقيقة. نعم، إذا أنقل هذه وجهة النظر للأستاذ حسين. أستاذ حسين، يعني لما ترفض الحكومة قرار التمديد؟ يعني لما تجعل نفسها في موقف لا مسؤول أمام القضايا أو الانتهاكات التي تحدث، وظهرت بمظهر المدافع عن الإمارات والسعودية؟ يعني كان يمكن أن يعني ألا ترفض قرار التمديد وتضع ملحوظاتها على التقرير السابق بأنه نقصه كذا وكذا وكذا، ويعني إعطاء هذه الملاحظات للعمل مرة أخرى، ولكن ظهرت يعني وكأنها تخشى أن يتب الحديث عن الجرائم التي لا يمكن لأحد نكرانها. يعني ما ذكر في تقرير الخبراء ليس كذبا على أحد، ولكن ربما هو أغفل الجانب الآخر، وبرر ذلك الأستاذ إبراهيم لقصور الحكومة الشرعية أمام العالم. أولا أحب أن أؤكد هنا أنا لست يعني معني بالدفاع عن الحكومة، ولست ممثل للحكومة هنا حتى أرد بالنيابة عنها. هناك أمرين أرد أن أوضحهم. أول حاجة فيما ذكره بخصوص اللجنة، أن اللجنة لا يقوم التحالف بالرد على أسئلتها ولا التواصل معها، هذا أمر يعني غير صحيح. مرة أخرى أقول اقرأوا ما قدمناه في تقاريرنا، لو يقرأ حتى نماذج التحقيقات التي قمنا بالتحقيق فيها سيجد أن كل التحقيقات التي قدمناها في التقرير ذكرنا فيها ردود التحالف، وأيضا ذكرنا أننا رفضنا هذه الردود لعدم موضوعيتها. مثلا كانوا يذكروا أن كمثال فقط، وأنا لست هنا يعني بصدد التسويق لعمل اللجنة، لكن مجرد إيضاح الحقائق، أنهم كانوا يذكروا مثلا في أحد القضايا أنهم أقرب طائرة كانت إلى الهدف كانت تبعد 60 أو 70 كيلو أو 200 كيلو، ونحن تحقيقاتنا أفضت إلى أن الهدف تم استهدافه عن طريق طائرات أو صاروخ جو أرض، ونحن بينا في تقريرنا أن ما ذكره التحالف في رده على اللجنة أنه ينكر الواقعة، أن هذا الأمر مرفوض من قبل اللجنة، وأن الواقعة ارتكبتها طيران التحالف كون الصاروخ
تم كون الهدف تم استهدافه بصاروخ جو ارض، والطيران مسيطر عليه من قبل قوات التحالف، ولا يوجد طيران اخر الا طيران قوات التحالف، وبالتالي هم المسؤولين عن هذا الانتهاك. هذا امر اود ان اوضحه، ولدينا ردود، ولدينا ضابط اتصال مع التحالف، لدينا ضابط اتصال مع الحكومه، لدينا ضابط اتصال مع الاجهزه الامنيه، كل يعني هناك فعلا يعني بطاء، هناك تاخير في الردود. هذا امر يعني يمكن الحديث فيه، لكن ان لا احد يعترف بنا ولا احد يرد علينا او ان لا نخرج من المنازل، هذا امر يعني اريد الناس ان تاخذ الحقيقه بتوضيح، اريد الاعلاميين ايضا ان يسالوا، ان يطلعوا على التقارير وينقدونا بموضوع حتى نستفيد نحن ايضا من هذا النقد بامانه. نعم. مساله ان الحكومه يعني لها ماخذ على مساله التقرير، حسب علمي يعني حسب علمي ان الحكومه قدمت 31، انا اطلعت على ردود او ملاحظات من الحكومه على ما ورد في التقرير، وكان هناك حوار تفاعلي في جنيف يعني اعتقد عرضوه حتى عبر قناه مجلس حقوق الانسان الموجوده على النت، ومن يريد الاطلاع عليه سيرى ما هي ردود الحكومه التي ردت على هذا الماخذ. نحن لسنا معنيين كما ذكرنا، ونؤكد اننا لسنا معنيين بما تاخذه الحكومه على هذا التقرير، نحن نعمل على مسافه واحده من جميع الاطراف، ونؤكد مره اخرى هنا اننا نفتح صدورنا لكافه الاطراف، لكافه الجهات، لكافه المنظمات، لن تقدم ما لديها، وان يحكموا علينا من خلال ما نقدمه في الميدان وما نظهره في تقاريرنا الدوريه والنوعيه. نعم، اذا اسمحوا لنا ان تنضم معنا عبر الهاتف رئيسه رابطه امهات المختطفين كنموذج لاحد الضحايا السيده امة السلام الحاج. مساء الخير استاذه امة السلام. مساء النور. نعم، ضيفي يحييك وانا احييك واظن كل من يتابع نشاطاتكن يحييكن استاذه امة السلام على القوه التي لديكن في الحفاظ على مشروعيه مطالبكن. يوم الخميس اقمتن وقفه احتجاجيه امام سجن بير احمد في عدن، ما هي المطالب التي طالبتم بها؟ أحييك وأحيي ضيوفك الكرام، وشكرا لقناتكم الكريمة على هذه اللفتة وتلمس هموم المختطفين ومتابعة رابطة أمهات المختطفين. لا شك أن الجميع يعلم أن مطالبنا الحقيقية والسليمة والإنسانية التي هي المطالبة بالإفراج عن المختطفين والمعتقلين المظلومين الذين يعانون الأمرين في السجون الحوثية وسجن بير أحمد وغيرها من السجون التي تحت إدارة المجاميع الغير قانونية في عدن. نعم، إذا نحن كانت مطالبنا واضحة وإنسانية بحتة. نحن نريد كرابطة أمهات المختطفين أن يخرجوا هؤلاء المظالم. نعم، إذن أستاذة أمة السلام، يعني بالتأكيد تابعتنا ما دار في مجلس الأمن من تصويت للجنة الخبراء، مجلس حقوق الإنسان عفوا، من تصويت للجنة الخبراء والتمديد لها، وخرج الأمر بالتمديد لهذه اللجنة لمدة عام آخر. ما هو رأيكم بهذا التمديد؟ هل هو مفيد لكم أم أنتم يعني تشعروا بأنه غير مفيد؟ إذا نحن كرابطة أمهات المختطفين نرحب بأي أحد يناصرنا بقضيتنا، من كان يكون لجنة وطنية أو لجنة خبراء أو غيرهم. مشكلتنا أننا هذه التقارير وهذه التحقيقات وهذه اللجان المشكلة من كل مكان، ماذا استفاد منها هؤلاء المختطفون؟ ماذا استفاد هؤلاء البشر المظلومون؟ القضية بيجيروها قضايا سياسية وقضايا لجان وغيرها، إحنا قضيتنا قضية إنسانية بحتة. هؤلاء الناس يعذبوا داخل السجون، ماذا استفاد المختطفين والمختطفون؟ ماذا استفادوا من هذه اللجان؟ لم يستفيدوا شيء، بالعكس الجماعة الحوثي تسيطر على السجون، تمنع إدخال الأدوية، تمنع المساجين من الماء، من حقهم في الحياة، من حقهم في الدواء، من حقهم في احترام إنسانيتهم. أيضا في سجون بير أحمد وغيره يمنع كذلك حرية الناس، حتى أنهم الآن مضربين هؤلاء
المساجين ولم يفرجوا عنهم ومعهم قرارات إفراج من النيابة. يعني نريد تطبيق على الواقع، لا نريد محاكمات وإشكاليات بين فلان وعلان وتضيع قضية المختطفين في الوسط. إحنا قضيتنا قضية إنسانية، نريد أن يعلم الجميع أن قضيتنا قضية إنسانية، نريد أن نخرج أبناءنا من هذا الظلم، من هذا المعتقل، من هذا السجن الحوثي الكئيب الذي يعذب فيه الإنسان حتى الموت. ماذا سنستفيد من لجنة الخبراء؟ لجنة الخبراء قابلناها وأعطيناها ملفاتنا وأعطيناها شهادات من المخرج عنهم وشهادات الأسر. اللجنة الوطنية أيضا قدمنا لها ملفات وتقارير مختلفة عن المختطفين. وما الذي حدث بعد هذه الملفات؟ ماذا قدموا لكم؟ ولا شيء. المساجين ما زالوا مساجين، التعذيب نفس التعذيب، السجون نفس السجون، الانتهاكات نفس الانتهاكات، ولا الحوثي لا يحرك ساكنا. السجون في عدن بدأت الانفراجة وبدأوا يفرجوا عن بعض المعتقلين الذين أفرجت عنهم النيابة، وهذا يعني الحمد لله بعد الضغط المستمر من قبل الأمهات بدأ الإفراج عن بعض المساجين، ونطلب استمرار الإفراج إن شاء الله تعالى ونتمنى ذلك. نتمنى ذلك نحن أيضا كما نقول. نعم تفضل. كما نقول أختي الكريمة وضيوفك الأعزاء والجميع المشاهدين، قضيتنا قضية إنسانية. هؤلاء الناس يعذبوا، هذه اللجان التي تذهب وتعود وترجع وليس لها أمر على هؤلاء الجماعة الحوثي وغيرها من المنتهكين لحقوق الإنسان. ماذا استفاد هؤلاء 4 سنوات إلى الآن؟ وعادي لجنة تحقيق كأن إحنا كأن يقولوا في شك أن الحوثي يعتقل الناس، في شك أن الآخرين ينتهكون الناس. هذه الأمهات من باب السجون ينادين تقرير وراء تقرير، ومع ذلك لجان. نعم لا فائدة لجان، وفي الأخير ما هي النتيجة؟ ما هي النتيجة؟ لم نرى نتيجة على الواقع. نعم إذن شكرا جزيلا لك سيدة أمة السلام الحاج رئيسة رابطة أمهات المؤمنين، كنت معنا عبر الهاتف. إذن أنقل لك فعلا تساؤل الأستاذة أمة السلام وتساؤل جميع الأمهات وجميع من طالهم انتهاكات حقوق الإنسان ومن تم التحقيق بهذه الإدعاءات وثبتت فعلا، لما لم يتم التحرك عمليا؟ ما المنتظر؟ يعني تقدمتم بأكثر من قضية وبأكثر من انتهاك، ولكن فعلا لم يستفد الناس شيء، ربما حتى أنهم سيصلوا إلى مرحلة عدم التحدث مع أي لجنة، لا فائدة إلا إذكاء الجراح لا أقل ولا أكثر. نعم الأمر مؤسف يعني على الأرض أكثر من ما يتكلم عن حتى الإعلاميين. ضعف الدولة سبب، أو غياب الدولة بالأحرى يعني سبب أو تسبب في أن تصبح اليمن أشبه ما تكون بالغابة. كل شخص يعتقل بمزاجه، القانون غائب، القضاء غائب، الميليشيا تعتقل، الجماعات تعتقل، المؤسسات الأمنية تعتقل، الحكومة تعتقل، الجهات المختلفة تعتقل. تعليقا على ما ذكرت الأستاذة أمة السلام، أنا التقيت معها أكثر من مرة في مقر اللجنة الوطنية، سلمت إلى الأخ رئيس اللجنة الوطنية كشف حوالي 2468 أو هكذا رقم معتقلين أو مختطفين ومعتقلين لدى كافة الجهات والأطراف. هذا الكشف الذي سلمته أولا ذكر في تقريرنا الخاص بالسجون بنفس الرقم، وذكرنا أنها سلمته إلينا، وذكرنا مصيرهم وكم من الأشخاص لدى الجهات الحكومية تم ملاحقة ملفاتهم من قبل اللجنة، وكم ذكرنا أنه 641 شخص تمت متابعتهم لدى الجهات الأمنية في عدن، وهذا الجهات يعني أفرجت عن مجموع 275 شخص من هؤلاء الأشخاص، 34 أحيلوا للقضاء، 24 مخفي
لا زال يتم البحث عنهم عنهم حتى لكن إذا كان نعم. اسمحي لي، ذكرنا أيضا في تقريرنا العام نشر رقم وذكرنا أننا هناك تعاون بيننا وبين ما الفائدة أستاذ، يعني ما فائدة ذكر كل ذلك؟ يعني إذا كان الإمارات ترفض إخراج من أمرت النيابة بالإفراج عنهم يعني حتى الآن، يعني ما هي قيمة هذه التقارير؟ هي حرقة قلب أكثر لكل أم. نحن لذلك يعني نؤكد على أن الآلية الوطنية هي الآلية المنصفة الحقيقية التي بإمكانها أن توصل إلى نتيجة وإن تأخرت. اولا نحن يعني لا نتكلم فقط عن تقارير، نحن اصدرنا تقارير وذكرناها ونشرناها على وسط نطاق ووزعت الى كل الدول المهتمه في مجلس حقوق الانسان، ووزعت الى كل وسائل الاعلام وتكلمت عنها وسائل الاعلام. هذا امر. امر اخر، نحن حددنا في ملفاتنا عن منتهكين، ليس في فقط في الاعتقال، في الاعتقال، في التعذيب، في الاختفاء القسري، في مسائل حتى حرية الحركة والتنقل، في مسائل التفجير البنازل، في مسائل الألغام، حددنا المتسببين وأحلنا جزء من هؤلاء المتسببين، بعضهم أشخاص معروفين، أحلنا ملفاتهم إلى القضاء. والسبب الأساسي للغابة التي كنا نتكلم عنها سلفا، مسألة أن المعتقلين هم سلمونا ملف ب 2400، اللجنة رصدت 3600 تقريبا. الأمر يتجدد في مسألة الاعتقالات، تفرق اليوم عن 200-300، غدا سيصبح هناك يعني 600-700 بدلهم يحلوا في نفس السجون. الأمر يعني مرتبط بمسألة ضعف الدولة، عدم وجود دولة، عدم وجود قضاء، عدم وجود مؤسسات أمنية تخضع لقيادة واحدة. هناك أمور أخرى يعني كثيرة تؤثر في هذا الملف. نحن نقوم بواجبنا، لكن كالذي يشعل شمعة في الظلام بدلا من أن يلعن فقط. نعم. إذن أستاذ إبراهيم، هناك من يقول أن دعم لجنة الخبراء والتمديد لها أو تصويت للتمديد لها هو مجرد تصفية حسابات سياسية مع السعودية التي تحمل ملفا ثقيلا في جانب حقوق الإنسان، تحمل كثير من الإشكالات مع كثير من الدول في هذا الجانب، مما أساء لقضية اليمن بحكم أنها هي البوابة أو الواجهة لهذه الحرب. ما رأيك؟ طبعا السعودية هي الجزء الأكبر من المشكلة، لكن استطاعت السعودية والإمارات والحكومة الشرعية أن تتفادى كل هذا بأولا عدم إنشاء السجون السرية في المحافظات المحررة، عدم استهداف المدنيين، عدم استطاف الناس، عدم تفويض الحكومة الشرعية. هذا كله بيد التحالف والحكومة الشرعية. لا نستطيع أن نحمل الغير أترتكبه هذه. أما بالرد عن الأخ الشاذلي، يعني أولا حتى وإن كانت التقارير لا يوجد سلطة قضائية في اليمن ولا في المحافظات المختلفة، ما بعد عن سلطة مستقلة لا تستطيع محاكمة القتلة والمجرمين. التقارير لا تستطيع التحكم بما تقوم به الإمارات السعودية في السجون السرية، ولا يستطيع الحكومة الشرعية حتى أن تتحرك داخل المحافظات المحررة، ما بالك أنها لديها أي مؤسسات هناك. هناك مشكلة خطيرة، يتم انتهاك حقوق اليمنيين، يتم تشريدهم، يتم اختطافهم، يتم سجنهم، يتم تعذيبهم. ونتحدث عن التقارير في آخر اليوم ونحن نعرف من يرتكب تلك يتم محاسبته. لذلك أنا في اعتقادي نحن بحاجة إلى نظام مستقل، نحن بحاجة إلى أن يتحدث الرئيس إلى الشعب، يقول لهم أن نحن لا نستطيع محاكمة، ليس لدينا سلطة قضاء أو مؤسسات مستقلة. لذلك من الأمم إذا التحقيق في تلك الرأي إذا كان مسؤول أمام شعبي، ثم استدعاء محكمة الجناية الدولية للقيام بهذا العمل. يجب أن تسأل ضيفك الكريم كم أعضاء اللجنة هذا، أين يتحركون، هل لديهم التقنيات والخبرات التي تستطيع تحقيق جرائم حرب وجرائم الإنسانية؟ وأنا أعتقد أن ينقصون كل تلك الخبرات، ربما منهم حقوقين ومحامين، لأن الذي تحقق في انتهاكات حقوق الإنسان وفي جرائم ضد الحرب يجب أن يكون هناك خبراء في هذا المجال، وهذا ما تنتقصه اللجنة. نعم. إذن وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم ضيفي العزيزين الأستاذ إبراهيم القاطبي المحلل السياسي، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. أشكر لك أيضا أستاذ حسين المجدلي عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهو كذلك لكم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم. لن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.